بجانب الإيجابيات أكو سلبيات في النت. إحدى السلبيات المهمة اللي إحنا نأخذ الحذر من عندها تغيير المعايير بالنسبة للثقافة ثقافة البشرية. تعطيك أنت كمسلم كإنسان تعيش في إقليم وتعيش في منطقة خاصة تحتوي على قيم، تجيك المعايير الأخرى من جانب آخر، مثلا تجيك من الغرب. الغرب هل يعتني بقضية الشيخوخية أم لا يعتني؟ هل يعتبر الأم والأبو كسادة المنزل أم لا يعتبرهم؟ هل يعتبر حجاب المرأة وعفة المرأة كقيم أم لا يعتبرها؟ فلما يجي ويجيب سلبياته يدخل على شبابنا، شبابنا النائي، شبابنا اللي ناشئ، شبابنا اللي اليوم تو يريد يحذو حذاء العلم وحذاء الثقافة، يواجه معلومة جديدة، يطبق، يشوف الخدمات اللي موجودة في الغرب ويا الخدمات اللي موجودة في الشرق اختلاف كثير. فالغربيين من خلال النت ومن خلال شبكات التواصل يريدون يخلون هالإلقاء هذا بذهن الشباب بأن أنت إلى خذية الثقافة الغربية راح تحصل على الخدمات اللي موجودة في الغرب. شنو هي؟ يشوف يعني الخلاعة في الغرب ماشية، يفكر يعني إلى خلى الخلاعة مشت بالشرق أو مشت بالدول الإسلامية فراح يتقدم. يعني قصدك الحجاب الخلاعة لو شنو؟ بلي الحجاب يعني مثلا يعني إزالة الحجاب يعني أو طبيعي. الحجاب الضعيف يقول مثلا أو التبرج أي شوف ليش إحنا مو مثلا مو مثلهم يعني بلي أحسن يقدر يطبق هاي الثقافة مثلا عندنا إحنا بلي. كإسلام مثلا بلي.